موقع ميسي جماعة الخير يبيع منتجات داخل الألعاب، من ضمن الألعاب هذه كول أوف ديوتي، يطلع لك الألوان على الأسلحة وما إلى ذلك. الشيء اللي خلينا نثق في الموقع اللي هو تقييم العملاء، رابط الموقع تحت في الديسكريبشن. مشاهدة ممتعة. السلام عليكم، كيف الحال؟ معكم سعود، ومقطعنا اليوم زي ما تشوفون في العنوان أو في الصورة ما أدري صراحة، لكن راح نلعب فانجارد ويا اخوان راح نلعب الاس تي جي، سلاح الدايمن اس تي جي دايمن. طبعا شباب تعبت، انا احاول اطلع مره في اليوم الواحد، العب يبوي ممكن 15 ساعه عشان اطلع. كيف تطلع الالوان الى من لون الدمشقي مع اني حاولت وتعبت مره وانا اطلع الدايموند على الاي ار وكذا، بس الليفل عندي ما زاد الا 39، سبحان الله ما ادري ايش السبب الصراحه. على كل حال يا اخوان اعذرون على الباور بانك اللي هنا، والله الجوال يبغى شاحن، انا اسف. طبعا يا اخوان عندنا لون الدايموند ولون الجولد على الام بي 40، برضو لون هذا اللون مخيس مره، هو الدايموند هذا شو اسمه، هذا دمشقي، نفس دمشقي حق كود 16. للامانه اللون مره خرافي الدايموند على بعض الاسلحه، يعني مثلا زي هذا شباب، هذا جاي ادب كذا كله الدايموند، بسم الله ما شاء الله. على كل حال يا اخوان هذا جليتش، واتوقع ناس مره كثير تعرف انه نزل جليتش يخليك تجيب الالوان، واتوقع الكل شاف الجليتش. بالنسبه للناس اللي بتقول الحين، متاكد انه في ناس بتسال ان الباند وما الباند، عن موضوع الباند، انا عن نفسي لو جاني باند ما علي الصراحه، يعني بس بحاول افكه، اذا ما انفك ان شاء الله مو بجاي باند ان شاء الله، والله ما فرق معي امانه. اذا جاب باند انا ما اتوقع يبندون الناس، سووا جليتش من اللعبه نفسها، خطا في اللعبه نفسها، لكن غالبا بيصفرون الحسابات، اذا صفروني عادي شكوى لله نرجع نلعب. قبل لا نبدا لا تنسون اللايك والاشتراك وجرس التنبيهات، وبسم الله خلونا نبدا. بسم الله بسم الله يا شباب، الشباب سطوا الشباب. واقف على البنك يا واحد، مدبلنا شدقين يلا عاد شدقين السكوب بعد، روح يلعن. تكلم عن الجنوز، انت اصلا ما تقدر تلبس جنز، لو لبس جنز بتطلع كأنك مندوب. الله دقيت السم بغض ماله الثور الثور ويلي دبل وشدك، والله انه يخوص. هوبا هوبا يا عيال، والله راوند حلو. ايه ويلي هذا يخوف، دبل شات جن واحد من نمرة. هذا دخل سويت، لاني انا والله رايح مين، لا رايح يسار. كان ذكيه، تنصفني على ذكائي، والله ذكيه ذكيه ذكيه، اني اطلع السكين لانه بيجي يقرب والتايمينج، والله لعبتها بذكاء، لكن الشدقن لاني ماني عارف وزنيته. ف يلا معلش معلش، مدين مدين التيم زي ما انتم شايفين كلهم في الجهه هذه، فايش بتسوي؟ بتروح من هنا تصطاد تقول والله قريب يا شباب. ابو السعد يا ابو السعد، وش بتسوي يا ابو السعد؟ الرمد هذا تعدل القلاب، بسم الله عليكم الباور بانك. نرجع نقول الان يا طويل العمر تجي مني، كيف وصل يا جماعه؟ من هنا من هنا، اوكي مصيبه ضدنا العم، المصيبه الله المستعان ضدنا العم. وحوش اللعبه حلوه وكل حاجه، اللعبه جدا ممتعه، بس يا اخي فوضى فوضى، 13 واحد باشين من مكان صغير، يعني طبيعي ان اسفين، والله 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 اللعبه مره بايخه. خلاص 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 خلاص، اقسم بالله اللعب ترى فوضوي بشكل، اسف اسف والله ما عدو يا اخي، اللعبه ذي مره حلوه، خلاص اللي يرضيك يصير، بس انقل اذلف. ردي علي همسة العاشق سلام. Yeah.
يا ويلي يا ليم اللي يرقص. شوف الام جي، شوف كم. هلا هلا ولد ولد ياهو، والله يلعب الام لعب. طبعا عندك يو هيو بساعد من بداية الجيم، ليه ما تشغله؟ لا عن الخاطئ يحسم، هل يحسم ولا بيشيل هذا؟ تستفيت يا سلام. جي 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 جيم اول حلو لكن نطمح للافضل الأمانة. زبده الجيم اللي بعد هذا ليش مدخل اجانب معنا؟ ها ها بينجي 24 بس معنا اجانب، يعني ود انا لما اروح اصلا محتوى مع اجانب يعني اشغل اكزت لاك، بس مستحيل هم جايين يصنعون محتوى. يلا بطلع في اليوتيوب. الو لا لازم ما اتكلم. سنايبر راوند 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 حق الضحك، لان الماب ذا اصلا ما قد لعبت فيه. تعال تعال موت نعم شكله ما يموت. هذا ايش ما يموت؟ شيء لعبة غبية. ثقيل للسنايبر، الله يا ثقيل يا عيال. ما قتلت احد الروند اللي راح، عشان كذا راح نكمل ماب ثاني. ماب ثاني راوند ثاني. ايش كان ما اعرف وين يرسبنون والله. شافني، ايش بتسوي؟ تجي من هنا. يا زلي السوق بعدين ما تفنش يا خرج لي. اه مفرشين صقر ما افك. انا ما لي دخل بس بس والله ما لي دخل، والله ما لي دخل. ما حد فن هذا اقول له ما لي دخل يقول شو ذا فوك شو ام ام امك غبي انت يا اخي. والله اني هربت بهربر. ما يحسب والله ما يحسب، والله ما يحسب شباب. جيم ثالث بسم الله يا اخوان. والله عاد الوضع من جد من جد الفترة ذي لازم ابدا العب اللعبة اكثر. قهت مار التهل دبلدينج. والله والله العظيم قطعت الماب بشكل اكساوي. بس واضحة واضح واضح ترجع لي. يموتون يا اخي. عمي من وين ذا؟ شافني ذاك. في واحد ثاني. رحت قنبلة بالغلط شباب. يا حبيبي ايش اللعبة الرعب ذي؟ ما عاد صارت لعبة كود يا اخي. انا ما ادري هل غلط فيني او لسه يبالها تعود، وهي غالبا انه يبالها تعود. لكن يا اخي يذبح واحد هناك وانا اكون هنا، اقرب شوي القى وراي. اللاعب هل هو سريع ولا احنا ما تعودنا على السرعة؟ يلا غادر شغل يا ايفي. طيب شفت هذاك اكمل. والله زعلته ذا، والله زعلته. ووو عطيته واحدة. باقي لي اثنين على الجقر، غالبا بلعب بشوية ايش تحفظ. ابا ابو السعد يتحفظ. لعبة جديدة شباب، لعبة جديدة والله العظيم. خاف الله يا شيخ. موتوا ما يموتون يا عيال.
يا ربي الغقر. اثنين المشكلة، يعني الأول كان مفروض أنه ميت، الثاني بروح أجيب فلافل وجهي. شباب انت زيت طعمية. تعال تعال الرجال فيكم يطرف هنا، الرجال اللي يحس انه من ظهر رجال. ايش فيك انت؟ اللاعبين هنا بسرعة البرق. يلا 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 هذا ما يموت ويكس من ذلك. تقلي بي لها سنايبر والله. هات سنايبر هات سنايبر. حاولت يا كلب. اي اي مالك مالك يا تسعى على وراك وريح ميت. يم جميل خفيف بسيط شكرا. نعم تو راح انساب طيت كنا شباب نحتاج دعم. اوه كل تيم يطلع واحد من تيم تصدقون. شوفوا عنا الثلاثة اللي في تيمنا. يلا قعدوا حرجوا كنا بثوث التيك توك. يلا بمتابعين يا شباب. والله ما فهمت عجزت افهم ترى بثوث التيك توك والله عجزت افهمها. ما ادري ايش السالفة بس اشوفهم كذا. والله كفو يا شيخ ابو سمية. مين ابو سمية؟ ابو سمية هذا الظاهر دفع لكل حقين تيك توك ما شاء الله. الله يزيدك ابو سمية يا رب الله يزيدك. والله ما احسدك بس ابغى بفهم انت الظاهر ان انت سويت دونيشن يعني حسب فهمي للبثوث في تويتش. بث تيك توك غريبه والله العظيم. بعدين كذا فجاه في سياره دخلت في المدري ايش بعدين حصان وش حصان ماني فاهم. يلا يلا بث تيك توك غريبه ورود وسيارات ومدري ايش هذا الظاهر الارتاح حقتهم. على العموم وصلنا لنهايه المقطع اتمنى انكم استمتعتوا له بشيء بسيط. شكرا لكم على المتابعه كما كنت بالسعد. اشوفكم على خير في امان الله.